السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى ألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله معنا واحد لابادورة اللي اسمها لينكس أو بالاي اللي معروفة. المشكل ديالها هو تدخل الماء ولكن ما كتدورش، وغنكتشفوا هذا المشكل وغنصلحوه مع بعضياتنا. صافي كما كتشوفوا دابا غنخدموها، عطاتنا اكتيفي بريبارادو يعني بداية الغسل. نبداو نخدموها. الباب توكرات، الماء كطلبو يعني كتدخل الماء ولكن باش تدور ما كدورش، هذا هو المشكل. كتجبر الماء عندك لداخل، حوايج فازقين تصبين ما كيدورش، واقف. غادي نشوفو الحل. صافي وقف دابا. غنستخدمو السيسابة، المفتاح هذا. بديك قضية دا وصح خدت قضية. نحتاج المفتاح 10 هادي وتوطى الوساد. هيدو فيتشا الموتور. هيدوها بهذه الطريقة شوية. السكوبيات اللي عندنا هما هاد، كاين هادو كاين هادو. باش نحيدوهم سهل، ها حيدوهم. شو هادي هذا ندفع شوية كيمشي تسقيط، نرد عليهم. هاهما هادي ناقصة مفيهاش مرجع. دابا ديال سير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.